الشهادات المعطلة للفحص منذ الساحة الفارقة بعد أقصانا بالمسمى الجياز مباراة التعاقد التي نرفضها في الأصل ونتضامن مع كافة المقهورين في هذا الواقع بعد أن فرض سن خروج أو سن اجتياز المباراة ديال التعاقد في 30 سنة بعد أن كانت 45 سنة كذلك فرض الانتقاء الأولي منذ ذلك الإبان إلى حدود الآن ونحن نازلين للشارع نندد ونحتج بأعلى صوت ونطالب بإسقاط الشروط المجحفة في حق المعطلين في حق حاملي الشواهد العليا في البلاد وكذلك في حق الجامعة المغربية. الجميع يعلم على أن منذ وصول هذه الحكومة ديال باترونا هذه الحكومة الرجعية التي تتفنن في قمع أبناء الشعب وفي جوعهم وفي إغناء الغني نالت على الشعب المغربي بزيادة الأسعار سلب حقنا العادل والمشروع وهو في الوظيفة العمومية وقس على ذلك من المعاناة ديال أبناء الشعب. نزلنا اليوم للتنديد بفرض هذه القرارات المجحفة والمطالبة بإسقاطها فورا لأنه هي بمثابة إعدام للجامعة المغربية وكذلك إعدام لأبناء الكداح أبناء الجياع اللي كانوا عمرهم كامل في الجد والكد والتحصيل العلمي بجرة قلم من وزير داخلية سابق وجدوا أنفسهم في الشارع وعادوا للويلات. هي الذريعة نفسها اللي كيتضرع بها من موسى وفريقه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.